السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبايب قلبي، رسالة النهاردة ليكم، الرسالة تشوفها في اي وقت بإذن الله، هي لك، بيكون فيها رسالة عايزة توصلك في هذا التوقيت. حبايب قلبي، ادعموا القناة بالشير واللايك والتعليق للقناة علشان تستمر بإذن الله. رسالة النهاردة ليكم، الرسالة هنا حبايب قلبي عن الشيء اللي داخل عليكم في شهر 7. خلال الشهر ده اللي منكم مر بصحوات كتيرة جدا، وحياته بعدها بتتحول، يعني في منكم مريتوا بابتلاءات كتير، بأشياء كتير من ربنا سبحانه وتعالى، وهي اختبارات ليكم فيها بعديها تحول لحياتك بإذن الله. خلال الشهر ده في تحول كبير لحياتكم. للبعض منكم هنا انتوا مطالبين بانكم تبطلوا هروب، تبطلوا انسحاب من المواقف، او تبطلوا مراقبة لشخص مثلا بتراقبوه، لان الطاقة اللي انتوا بتعملوها بتنعكس عليكم. يعني انتوا لو بتراقبوا شخص فالشخص ده بيراقبكم. كمان المفروض ما تهربوش من اي موقف بتمروا بيه، اي موقف بتمروا بيه واجهوه بدل انكم ما تهربوا بيه. كمان هنا للبعض منكم في شهر 7 هينتقل، هيسافر، يمكن رحلة، يمكن سفر قريب، يمكن سفر بعيد، طبعا على حسب طاقتكم في انتقال او حركة هنا. في منكم هينتقل من مكان الى مكان، في هنا حياة بتتغير ليكم بإذن الله. سفر للبعض منكم، حياتكم بتتغير عن طريق سفر في شغل، او للبعض منكم هنا حياتكم بتتغير كسفر وانتقال من مكان لمكان. للبعض منكم مستمر في طاقة الهروب، بس بلاش طاقة الهروب دي، لان حياتك بتتحول وبتتغير من بعد الطاقة دي. اطلع من الطاقة دي، لان بعد التحول والتغيير اللي جاي لك والانقطاع اللي انت هتعمله، انت هتنقطع عن ناس سلبيين. للبعض منكم بينفصل عن شخص سلبي في حياته، او عن شخص سيء، يعني اشخاص سمين في حياتكم انتوا بتنقطعوا عنهم او بتنفصلوا عنهم، يعني انتوا بتنهوا شيء او بتنهوا علاقة. هنا للبعض مش للكل طبعا، هم عارفين نفسهم اللي بينهوا الشيء ده، علشان بعدها يتحقق لك امنية. يا صاحب الرسالة، امنية، انت بتتمنى حاجة، وان شاء الله باذن الله تحقيق الامنية ده قادم. للبعض منكم بيتمنى امنية في الوفرة في حياته باذن الله، انت هتقدر تجذب ده خلال الشهر ده. وللبعض منكم بيتمنى زواج من شخص بيحبه، ان شاء الله امنيتك تجاب بفضل الله، لان هنا في تحقيق اماني كتير في الشهر ده، وفي دعوة مستجابة للبعض هنا. البعض منكم هنا عايز يلتقي بشخص ولكن خايف من ردة فعله، يمكن خايف من انه يتصدى ليه او يقوله لا، او يعرفه حقيقته في وشه مثلا، لان هنا في اشخاص عنيدة جدا فيكم، واشخاص كمان بيخبوا حقائق، او انت شخص من اللي هو ما بتحبش تبوح بسرك لحد، مخبي حاجات كتير، فانت يمكن خايف تواجه الشخص ده علشان هيعرف عنك اشياء كتير جدا. بس انت متعلق وفي طاقة انتظار رهيبة. للبعض منكم مستسلم للطاقة الالهية، ومستسلم للقدر، ومستسلم للتغيير الايجابي. في الوقت الحالي انت بتتوازن، بتتشافى. منكم كتير قوي في الفترة دي بيعدي مرحلة ألم في حياته، وبيعتدل في اعتدال وشفاء وتوازن بعد صبر كبير جدا. في تناغم، في استسلام هنا للقدر، وفي تناغم مع الحاجات والأمور اللي حواليك، وكأنك خلاص سلمت الأمر لله، وأنا هستمر في حياتي وهعيش وهكمل من غير ما انا هتعب نفسي، انا هستنى لو ربنا كاتب الشيء هيجي، لو ربنا مش كاتبه خلاص مش هيجي، لاني مثلا انا سعيت كتير، عملت حاجات كتير، فخلاص انا عملت المساعي اللي انا المفروض اعملها، وفي الوقت الحالي انا مستني دخول الشمس في حياتي بامر من الله سبحانه وتعالى. استسلامك مش هيجي على الفاضي يا صاحب رسالة، لان معاك رقم 10 بيتكرر، ورقم 10 هو نهاية ألم في حياتك، وبعديه رقم 0 بيتكرر، وهي البدايات الجديدة، هتبدأ من أول وجديد.
هتنتقل، هتسافر، هتلاقي الشخص اللي انت بتتمناه في حياتك بإذن الله، لأن في عودة، في عودة لكل حاجة بقى. هتقف على رجليك مرة تانية، هتصمد قدام أشياء حواليك، هترجع طاقة المال حلوة معك مرة تانية، لأن شهر 7 ده من الشهور الطاقية الروحانية الكبيرة جدا اللي بتستقبل فيها الطاقات بكل حب وسهولة ويسر لو انت استمريت على الإيجابية في حياتك. في رجوع هنا، في عودة الأشخاص انت بتحبهم، في كمان بإذن واحد أحد دخول وفرة في حياتك. حبيب قلبي كمان الناس اللي بتتكلم في التعليق وبتقول انتوا بتتدخلوا في علم الغيب. بصوا حبيبي انا قلت لكم احنا ملناش دعوه بالغيب، هي طاقه قدامي وانتوا بقرا طاقتكم انتوا، هالتكم انتوا، الحاجات اللي انتوا داخلين عليها. واقراوا في القران الكريم والمؤمنون بالغيب. احنا مؤمنين بالغيب النسبي اللي ربنا بيبعته للناس اللي ربنا فتح عليهم بالغيب النسبي وبالموهبه دي. انما الغيب بالمطلق هو عند الله، ولا يعلم الغيب الا الله. كل دي انا برجع وبقول لكم استبشارات، اللي منكم بيقول الاستبشار حقيقي والحاجه دي فعلا انا بمر بيها، لان طاقتكم متصله بيا حبيبي، انتوا بتتواصلوا معايا، تتواصلوا معايا بالروح، بتكونوا بتفكروا في حاجه، فانا واخداكم كعائلتي الروحيه، وكل حاجه بتمروا بيها بتوصلني هنا، انا كشفاكم بقلبي. تاني حاجه حبايب قلبي هرجع واقول لكم، الكشف الطاقي ده بيمر بطاقة المحبة، بطاقة التواصل الروحي. انتوا بتحبوني، بتحبوا تسمعوا لقراءاتي، بتحبوا تتواصلوا معايا بالروح، فانتوا هنا منكم بيحلم بيا كمان، فانتوا اللي انتوا بتمروا بيه انا ببقى شايفاه قدامي، ببقى حاسة بيه، بيجي في تفكيري. يعني انا ممكن اقول لكم الرسالة كده بتفكيري، انا ببقى شايفة اللي انتوا بتمروا بيه، فهنا انتوا بتمروا بتحول تام. فهنا انا برجع واقول لكم لا يعلم الغيب الا الله، كل اللي بيوصلنا هو غيب نسبي، ربنا اراد انه يغير حياتكم بيه، انكم توصلوا لوعي معين ولقدرة معينة من الوعي والذكاء والحكمة علشان تعدوا بالصحوات اللي انتوا بتمروا بيها. كل الروحانيين متصلين ببعض حبيبي، متصلين ببعض. انتوا هنا هتمروا بتحول كبير، هتتحقق في امنية، وفي هنا داخل عليكم في شهر 7 شخص عملي جدا، مستقر جدا في المال حاليا، بيركز على ماله، انسان محترم، هيجي يعرض عليكم عرض. اللي منكم الشخص ده هيعرض عليه عرض عمل، واللي منكم هيعرض عليه عرض زواج. هيحصل ان انت هتكون فرحان جدا جدا جدا، وهتتناغم مع الشخص ده. تاني حاجة هتكون سعيد بالعرض ده، وممكن هتكملوا مع بعض، منكم الشخص ده هو صديق او انتوا في مرحلة الصداقة، وممكن الصداقة دي تتطور، ومنكم الشخص ده هو حبيب او توأم روح، منكم في ارتباط بتوأم روح هنا بعلاقة زوجية، والعلاقة دي هي شفاء ليكم. من الاخر ارتباطك بالشخص ده هو شفاء لي، هو تغيير طاقي لي، هو دخول الوفرة في حياته او في حياتك انت. في هنا مقابلة بينك وبين الشخص ده قريبا جدا، هتكون مقابلة حلوة جدا، رومانسية جدا، فيها كلام جميل، فيها حب، فيها شفاء، فيها عرض زواج. اللي منكم هيقبل واللي منكم هيقول انا لازم اتوازن الاول وبعدين اقبل او افكر الاول، فالقرار بيرجع لك. للبعض منكم هنا حبايب قلبي داخلين على نجاح، وداخلين على نهاية مرحلة ألم واكتمال لأمر معين. حبايب قلبي كمان انتوا للبعض منكم بيتحرر من طاقة سامة، وكمان مش هتقع، خليك واثق في نفسك انك هتبقى قوي، انك انت عندك يمكن عدم ثقة شوية، لكن ما تقلقش هتقف على رجلك مرة تانية، وهتمنع الخلل ده انه يحصل في حياتك، ومش هتقع، انت هتنجح وهتاخد حريتك، وربنا هيكافئك مكافأة كبيرة جدا يا صاحب الرسالة على صبرك وعلى تحملك للطاقات السامة اللي حواليك. واستعد للاحتفال، استعد للبداية الجديدة، استعد لبعد العدو عن حياتك.
استعد لانك تنهي الخداع والخيانة من حياتك، استعد لانك مش هتفشل، انت هتنهي على اعدائك بانك هتكون ذكي جدا في الفترة دي وهتكشفهم، وهيجي النصر من عند الله والبداية الجديدة، والاصدقاء الاوفياء هيكونوا في حياتك او هيكون في حياتك علاقة عاطفية. هي الوفاء، هي الوفاء، هي الصبر، هي الحب، هي العطاء. شخص داخل حياتك يتميز بكل هذه الأشياء. كمان في منهم شخص يدخل حياتك بيتميز بالحنان والجمال والعطاء والحب، وفي حاجات كتير جدا في الشخص ده فيها مميزات هيخليك تحس انك فعلا في علاقة حقيقية بتديك كل السعادة، وهتمتن لله وهترتاح في حياتك في الفترة الجاية ماديا وعاطفيا. لقاء بتوأم روح هنا مقدر من زمن آخر، زواج وشفاء في هذه العلاقة، وتحقيق دعوة وأمنية أنت بتتمناها بقالك كتير. فما تقلقش، عودة الشخص ده أكيدة بإذن الله، بإذن واحد أحد ولا يعلم الغيب إلا الله، بس قدامي علاقة قدرية، في رجوع بعد غياب وفي رجوع من زمن آخر لشخص، إما القبول أو الرفض، أنتوا بإيديكم القرار. أنا خلصت الرسالة حبايب قلبي، يا رب أكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.